نوصفها برشا غليان اون فيت هكا سي سي ان بيرسوناج كي يغلي يغلي من غير ما سي بتيت اون فورس اسي مش ترانكيل با دو تو مي تتسائل تغلي مهيش قابله مش راضيه لي ريفولتي دونك هكا نحسها برشا شبالي في حاجات في مش عاجبها شيء نصور عبد الحميد ما مشيش لوج بعيد برشا ان فيت يمكن في لونجاجمون نتاعها شويه معناتها ماهيش راضيه على السيتواسيون نتاعها الفوا ديما تنجم ديما فما مخير وتطمح المخير حابينش نتيحوا في الفيمينيزم خاطر هي ابريتون سي اون بيزان معناتها نحكيوا لو كليشي فهمت ما تتسائل في سؤالات على الكونسنتمون على وضعيتها كامراه في وسط المجتمع اللي كمان في برشا تستوستيرون معناها ايه وتحاول تقلع بلاصتها معناتها يمكن في كل شويه من هذوما فما شويه من كل امراه فات فينا اليوم في العصر هذايا معناها في زمن باترياركا تلبزه تفرش فيك ترى قداش من عبد اي فما حاجات اللي اون اسي دو لي نورماليزي دو لي دير نجبدوهم اون لي ايفوك اسهل بياسر كي تحكي مع العامه بلغه بيان سور اللي مش مسخطه معناتها دون لو بيرسوناج وكل شيء مثلا السين نتاع نحكيو على لو فيول كونجوغال الاغتصاب الزوجي ما كانتش مطروحه وقت اللي احنا نصوروا فما في الفيغوراسيون وقت اللي قلت لها الدنيا مصايبه هو راجل بصراحه قالت لي اي مصايبه غزلنا لبعضنا بعد نحكينا عبد الحميد قال لي هي ما نجموش نقولوا لها ليه مش ما هي مصايبه غيرمون هي الدنيا مصايبه اليوم في تونس 50 عدد يعني هائل من الفيمينيسيد بركة هم برشا تطبيع مع الباترياركا وكمان مع معناتها ليميت يا ما نعرفش في غير ما نسمي لي بروجي كلكوز اني ما همش برشا الفيول كونجوغال كانت حاجه ياسر رومانتيك وانا راجعوا بها كوبل يحبوا بعضهم فما جانب من الصحه اللي دون لو سونس هو منطق الكوميتا اليوم فهالحاجه اللي مش منظمه كمان الحاجه ما فماش ان سيكتور نجمو نحكيو عليه ومنظم واحنا ديجا كل عام تو نحكيو على المسلسلات ورمضان كل عام نتفاجئوا برمضان في اخر لحظه نقول ما في بالناش ها جينا رمضان دونك دوكو الكوميتا معناتها مهمه تظهر لي سورتو اللي فما ناس معناها فما ناس يفهموا بعضهم يساف كومبوزي انصامبل بطريقه اسرع فهمت اما يظهر لي مانيش معناتها عكس الفكره المدوله معناتها مانيش مسكرين معناها السنة الكم نتاع الممثلين اللي عمرهم ما خدموا معناتها في التيلي واللي ما همش من معناها ما همش من قال شو ما اصحاب ويضحكوني كي يقولها فهمت تقول عرفنا في القهوه احنا رانا تعرفنا بالخدمه قبل اون ايتي سور سين انصامبل ومن سي لا باسيون اللي خلتنا نوليو اصحاب باش نشاركوا في حاجات دونك مش بالعكس مش هو جاب اصحابه يخدموا هما خدمنا مع بعضنا فتكونت هالحاجه المحليه اللي في وسطها برشا احاسيس جميله ويظهر لي البوان كوما اللي هو اللي كدافع على مشروع حد ما يدافع على شخص ولا على عنده une vision d'une carrière ولا d'un personnage ولا اللي on est tous là اللي ذاك اللي لمنا ندافع على مشروع حتى في وسط رجوج بيدو فما ناس ما عندهم مش فما شكون كان وكانوا مازال ريجيسور وممثل جميل ياسر فيصل قنوش اللي هو في دور ابو خميس دونك وبرشا ممثلين اخرين معانا اللي ما عندهمش معناتها ما تجربه مسرحيه ولا سينمائيه ولا دونك محليه اي دومين اي مارشي اي حاجه في الحياه تبدا وي فما جماعه المسرح فما الناس اللي يمكن تلفزه ومسرح اخر خاطر حتى المسرح مش مسرح واحد مسارح وفما الناتور وفما اللي ان بروفيل عجب ومعناتها
انا جو سوي بور سيت انكلوزيفيتي معناها حتى في في الدومين ارتستيك الناس كلها عندهم حق الابداع معناتها. هو كموديل ايكونوميك موجود باختو في العالم ابخي التوظيف نتاع الحاجه كيفاش علاش نحكيك على وقت خاطر ساعات توا يجيك المارك صح تدخل في السيكونس نتاع اللي مازالوا مثلا مازالوا نعش نهارين تورنازهم يدخلوا دونك دوكو التوظيف نتاع الحاجه مش باش يكون كيما كان جاي مدروس قبل. انا احسن اكزامبل يقعد عندي في الحياه فريندز وش حطوا يا بلان دو مارك ما تتورون ميم با كونت في وسط الحكايه موجوده الحكايه سوبتيل ال سير لو سيناريو معناتها اي فون كو سا سيرف معناتها مي هاني قلت لك انا ديما بالكاسكيت بوبليسيتير نقول خساره مش من الاول مش من الكتيبه موجودين الحاجات خاطر يافي دي زيدي عند عبد الحميد بارابور ا كلك زانونسور اللي كانوا ياسر محليهم مي لازانونسور معناتها لي مارك هذوكم ما فماش كانوا دونك كان عنده لهم توظيف ياسر جميل معناتها اي سوبتيل اي لوديك على فوا دونك في الاخر تولي تولي تمشي بركه معناتها معني خساره لهم هما سي مونك غاني للمارك على خاطر هذيك والليماج والسامباتي ولا مع الـ مع الـ مع الكونسوماتور كتنا شكون حاجه اخرى وحتى الارتيست بيدو معناتها ولا اللي يحس روحه قاعد كما قلت يخلص في خاطر فما سختان ماليز كون لو فيو با معناتها فما سختان ماليز سختو اللي هو ما يلوك حتى فاز ساعات ديسكور ديريكت يكرهك في الحاجه معناتها بون سافا تدخل فهمنا فهمت سا اون سي لو فير في دوكيومونتير ولا في الشارع في مظاهره ولا ما انت ان طونك ارتيست في ترافاي ارتستيك وين وين كتبتك وين رؤيتك وين السبتيليتي نتاعك وين اقترحك للقضايا انا ذولي كله يتقال في كلمه هي التوظيف كيفاش توظف الحاجه ما ظاهره الحاجه المسقطه وظاهره الحاجه اللي عندها بقعتها وتخي مال اكسبلوتي ابخي ميسالش خلي يصير ما هو هكاك التجربه في الاوديو فيزويل فما ساعات سخطو نفرج في افلام يبداو حاملين قضايا اللي لا ماساكر بالتريتمون اكثر من اي حاجه اخرى معناها تخرج تقول ما اوكي حاب يحكي على الفئه هذه ما هو شد لا هكا عطاها في باله هو هذاك كيما ما انسان في باله بروحه تيا فيمينيست ياسر ومع ليغاليتي ليكيتي ومن بعد ما هو الى ميزوجيني اوردينير اللي ما عرفش حتى اسمها معناها تكون ديسربيلنا فك الميزوجيني هذيك نتاعو في باله يعني في حاجه باهيه هو نو هذيك وعي وشكون معاك فما ركول وفي توا لير ريغاردي وجيب اهل الذكر وما تتعلطش على بدنك اما هذه ديما مربوطه الحاجه بالوقت اون فيت خساره خاطر اي درافت نجم تكون فكره باهيه فهمت ابخي القراءه الاولى والثانيه والغي اكريتور وتعاود تخلي وتعاود تكتبوا معناها تو لي ارتست اليوم سو ان بو فرستري خاطر ما عندهمش الفرصه باش يقوم بالبروسيسوس هذايا معناتها اذا لميت دعم عندك رحت بتجري ومن غادي مشي لاخرى الارتيست ماهوش في حاله اللي هو مرتاح ويكتب في راحته وعنده وقت باش يكتب اي حاجه لو بروسيسوس هذايا يظهر لي خساره الوقت والامكانيات اللي هو وقت يخليوه ديما على تاع بروت ولا كيفاش مازال ما خمرش ما نضجش ما تفن ما هكا اللي نبايتي سكولتي نتصور هذاك هو معناه مش قله كفاءات ولا دي تالون ولا با دو تو اكثر منه امكانيات مالوغوزمون. Thank you.